اللهم صل على النبي، صلاة النبي، تعالى يا اللي بقالك زمان ما جيتش، صلاة النبي، صلاة النبي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله زمان ما جيتش يا أبو الشفق يا سعد، يا سعد اللي هيفرح أوي 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 أوي، يا ما شاء الله، الله أكبر، سعد هيفرح أوي أوي، أهو ده يا جماعة اللي إحنا جايين عشانه، بالله عليك الكاميرا والله، حاضر يا أبو يحيى، لا ده عايزة تتقلب في الدنيا. طب نيجي لك كده بقى، لا كده مظبوط، لا كده ماشي كده، ده يا جماعه اللي احنا جايين عشانه، ده الحلو ده يا جماعه، صلاه النبي، الله اكبر عليه، ده بصوا يا جماعه ده اللي احنا جايين عشانه، ده يا بشرة الخير، والله انت طول عمرك وش خير علينا ما شاء الله، الله اكبر يا رجاله، الله اكبر ان شاء الله، الله تعال تعال مستنيك انا من زمان، الله اكبر، احلى عمشه حبيبي يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباحكم زي الفل، مساكم عسل، اخوكم سامح من فيديو جديد من منوعات رحاله. النهارده ان شاء الله انا طالع انا والراجل الطبل اللي بيتكلم في التليفون ده، اخويا وحبيبي عم مشرق، رايحين نغيروا جو عند اخونا سعد في هندسه، الله يخليك، في رشيد في خان الجن، هنصطادوا ان شاء الله قروس ودنيس على الصناديق، نستخدم الفلوكه. اول حاجه في رحلتنا طبعا الطعوم، احنا زي ما قلنا النيل اتفتح واحنا مستنيين السمك الكبير يدخل، الناس اللي تابعت الفيديو اللي فات عارفه الكلام ده. النهارده ان شاء الله رايحين لقينا جمبري حي، طبعا الجمبري النهارده خدناه من عند اخونا محمد ابراهيم في المعديه، محمد ابراهيم هنسيب رقمه، محمد راجل معتدل في بيعه، انا بنزكيه فعلا يعني، والله بدون مجاملة وبدون اي مصلحة شخصية، انا بنزكي الراجل ده، الراجل دوت سمح في بيعه، الطعمية بتاعته مرزقة، محترم في معاملته بصراحة، في ناس ترتاح معاه نفسيا، قسما بالله، الله يحفظك يا رب، قسما بالله الموضوع ملهوش اي مصلحة شخصية اكتر من الراحة النفسية في التعامل. النهاردة حبيبي تعالى خش، ماشي اهو حمام، احنا بنحب لما نيجي نتكلم في حاجه نقول معلومه، انا شايف الجمبري اللي عندك، شايف هزاز مجنس صيني صح؟ التلاته كده على بعض، مفيش صيني موجود، مفيش صيني موجود، مجنس وهزاز، مجنس وهزاز، اه ممكن تمسك لي الهزازه دي عشان الناس تعرف، اه الهزازه يا جماعه زي ما انتم شايفينه بيبقى مخطط والمجنس بيبقى كده، ده ليه ميزه وده ليه ميزه، ميزة المجنس طبعا محمد فوكسه كل علم عليم، لو انا قلت حاجة غلط صلحها، لا تمام، المجنس فيستو بتبقى طعمية طرية وسمينة مظبوط ولا انا ايه؟ مش طرية قوي يعني، لا ايوه، طب ايه اللي انت لا. شايفه ايه؟ هو الصيني بس اللي بيبقى طري، الصيني بيبقى طري، المجنس، المجنس لا 10 على 10، لا وصف الطعمية للغشيم، هو الجمبري تصطاد بيه المجنس والهزاز، المجنس والهزاز، اه ده للقروس لللوت، درجة أولى في الجمبري، الله يجعل خير الدنيا عندك، ممكن رقم تليفونك؟ 012 039 05153، يبقى 012 039 05153 05153، هنكتب، الله أكبر، طول عمرك مرزق يا معاي، الله يرزقك الخير، عايزين نحضروا الشلب بقى يا جماعة، اطلع اطلع اطلع، انزل انزل عشان الرجاله مش عايزين حد ياخد باله من هنا، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر، يا رب يا كريم، يا رب يا كريم بشرتك يا رب، انا قلت لكم المكان ده طيب، اسمعوا كلامي يا اولاد، ان شاء الله يا عم هيكفي وبزياده، اقعد تفجر رمديتك، الله يرزقك، الله يرزقك، الصلاه على النبي، نهارك ابيض يا ابو يحيى، الصلاة على النبي، يا ترى ايه اللي طالع لنا؟ ايه؟ الصلاة على النبي، هي شكلها حاجة حلوة اللي بنلعب بيها، هي ربنا كريم، يا رب يا كريم، يا رب، يا مساء، يا مساء، يا مساء، يا مساء، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طباق طباق، احنا على المشار الشريف، على المشار الشريف والله، ان شاء الله رب باذن الله، واحد واحد واحد، ده انا بنلعب بيه نلعب بيها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هي فوقي كده فوقي كده فوقي كده دكت كده دكت تحت كده، خليك زمان كده معايا، بسم الله ما شاء الله،
بسم الله ما شاء الله. سياسي؟ سياسة ما شاء الله ما شاء الله. سياسة يا جماعة، صباحكم كله سمك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جنب بعض كده، توم جنب بعض كده رجالة. طب صباحكم أبيض. بص يا جماعة، والله العظيم السمكة دي داخلة على المشرشر من على الأرض ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وانا بصراحه واحده هيطلع مباشر في حكه اي فتحت لها الفيديو بعد ما كشفتها، قلت عشان نصورها لنكت مفاجاه يعني معايا. بس يا فعلا دي والله انا اللي ضربها بالصناره وعلى المشرش. شكلها حاجه حلوه دي. ما شاء الله ما شاء الله. طب كده هني ثواني كده على المشرف، سيب السمكه دي ميره في النيل يا جماعه. ميره في النيل يا مسهل حال يا رب. الميره داخله على الجمبري مجمعه معانا هنا، الجمبري اللي ما رجعش. صلاه النبي. ابو يحيى، ايوه عمشه حبيبي حبيبي. السمك الصغير ده احنا عايزين ندكك يا جدعان. والله هيخش ان شاء الله، هيخش. صلاه النبي صلاه النبي. نقطه شوح كده. تعالى تعالى كده هنا. الله كريم. سنت يعكس الشمس بقى حبيبي. ايوه ما صحيح. اي يا عم ماشي، ربك كريم ان شاء الله. يلا احنا نتعالى. الله يرزقك يا عم اشرف، الله يرزقك يا رب. اول سمكه في الطلعه بتاعتنا. يلا اخشنت شويه معقوله يا مسهل الحال يا رب. الله يجعل. هو مش ده السمك اللي احنا نازلين عليه يا جماعه، بس ده برضو يعني ايه سياسي، ايه محترم شويه ما شاء الله. ارفع كده شويه عم مشرف يا كريم يا رب. الله يرزقك الخير يا رب عم مشرف. احلى تحيه واحلى يوم باذن الله. الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر. لا اروسه حلو سياسي برضو. خلي بالك كان البتاع مفتوح يا ولاد. ماشي بس بتغلط اهيت. احلى عم مشرف في الدنيا، عم هاني اخويا ساع. يا حمو مش هتقول هاي؟ احلى هاي يا حمو. مشرف وش المغرب اهو. الله اكبر عم مشرف يا حلو. احلى صباح صباح مساك فل. الله يجعل خير الدنيا عندك عم مشرف. ايه هنوش استفتحت؟ الله كريم. لسه هنوش ربك كريم. انا صنرت اهي اخويا وحبيبي الكبير ابو فرحه. احلى مسا عليك ابو فرحه، مساك عسل. وقت المغرب يا جماعه، شايفين القعده بتاعتنا. طبعا احنا قاعدين على مركب، حاجتنا كلها ايات. ده جمبري حي دود مشرشع. طبعا قاعدين على كراسي. انيو انت اوبا صلي صلي على الجمبري. صلي راحت يا لطيف يا رب. ده كانت ضربه حلوه يا اخي. ماشي ما شاء الله ما شاء الله، طيرت على فوق عشان كده انت فكرتها مش معاك. ما شاء الله حلوه حلوه سياسيه حلوه. اربع يا جماعه سمك داخل في الاربع ما حلو. يا رب يا كريم الله يرزقك يا صاحبي. ابو فرح يا وش الساعة. طبعا احنا بنجرب المكان يا جماعة، ده اول رزق للمكان. حدش جرب هنا السنة دي خالص غيرنا، احنا اول ناس نجرب في المكان ده. فربنا كريم يعني الصيادين السنة دي والحبسات تستعد بالمشرشر والجمبري. الله كريم ان شاء الله موسم خير يا رب، عوضنا خير عن الموسم اللي فات. الله اكبر عم مشرف. صل على النبي. يلا تشيل ولا ايه؟ صل على النبي. باين على اللطش. صل على النبي. شفشفه. اي. صل على النبي. يا كريم يا رب. على الطعم ده يا جماعه؟ على الجمبري قصدي؟ لا بتاع الطعم. مشرشر دي ها؟ صل على النبي. نقط شوحي ده يا جماعه اهو. لا مش نقط. مش نقط؟ سياسي؟ لا روس. سيسي ها؟ روس، روس حر. طب المح كده يا صاحبي كده، شوفوا كده نقطه ولا سياسي؟ لا ده روس. لا روس روس. طب ماشي ماشي المح بس بالله عليك. بالك هو منقط زي النقطه بس النقطه بيبقى نقطه كده عينه ضيقه. يا عم ده عينه ضيقه، التنين عينه واسعه. انا مختلف في الفكره دي يا جماعه، مش عارف ده بصراحه. ابو يحيى انا
انت حر بقى. لا انا بنقول عليه ده نقط انت ادرى. السادة المشاهدين بقى يقولوا لي ماشي. ارفع كده يا روز كده السمك جه ماسك بعض. بص يا جماعه والله لسه بنقول لهم الحصه ديت حصه غشيمه وسبحان الله اهو خدت سمكه موسى. هي صحيح صغيره الفكره في نوع السمك ان هو اتوجد في المكان هنا. دي طبعا بشره خير يعني على الله تكون موسم خير لاهل المكان لاخويا عم سعد يا رب يرزقه الخير يا رب. هو احنا ضيوف عند الراجل يعني وان شاء الله موسم خير على الجميع. ربكم كريم ان شاء الله. ربنا كريم. الله كريم. الله كريم. دي نهاية الفيديو يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.